الحديث تزوجنا اختين وقد رزقت ببنت ورزق اخي بولد، الا ان ابنتي رضعت من جدتها لامها ولا تعرف عدد الرضعات، فهل تصح زوجة لابن عمها وابن خالتها؟ افتونا جزاكم الله خيرا. إذا وضع من جدته أم أمه صار هذا لأولاد خالاته، فإذا وضع من جدته أم أبيه صار عما لأولاد عماته، فلا يجوز النكاح. لكن إذا كان الرضاع غير مضبوط ويدرك عدد الرضاع لا يستطيع التحليل، لابد يكون الرضاع مضبوط خمس مرات أو أكثر، خمس مرات أو أكثر، هذا هو الرضاع المحدد. فإذا كان الرضاع لا يعلم عدده أو أقل من خمس مرات فلا يستطيع التحليل. من باب دعم يهمه، من باب دعم يهمه، لكن لا يحرم، انما هو من باب الشبهه تكرهه. اذا في شبهه يكون تكرهه، اذا اشتبهوا في الرضاعه كم حدث الرضاعه تكرهه، لكن لا يحرم الا بالضبط. فالرضاعه